في مصحف التبيان المفصل شرح المتشابهات قد تأصل للبيومي أعانه المولى وتقبل وابن حيدرة لشرحه تفضل في مصحف التبيان المفصل شرح المتشابهات قد تأصل للبيومي أعانه المولى وتقبل وابن حيدرة لشرحه تفضل فجزاه الإله على كل ما يبذل فيا حافظ القرآن هلم وانهل وادرس علومه بحب وتمهل تلقى فيه ما كنت تجهل في مصحف التبيان المفصل شرح المتشابهات قد تأصل للبيومي أعانه المولى وتقبل وابن حيدرة لشرحه تفضل في مصحف التبيان المفصل شرح المتشابهات قد تأصل للبيومي أعانه المولى وتقبل وابن حيدرة لشرحه تفضل فجزاه الإله على كل ما يبذل فيا حافظ القرآن هلم وانهل وادرس علومه بحب وتمهل تلقى فيه ما كنت تجهل.